بنعرف نرشم الصليب وبنقول إنه آب وابن وروح قدس. أمال مين الإله الواحد؟ تعالوا نعرف هو مين. هو مين؟ إله واحد، اسم من أسماء المسيح إله واحد، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح، موجودة في تيموثاوس الأولى 2:5، آية مشهورة. قارن الآية دي بالآية الجاية دي: ولكن لنا إله واحد الآب. هناك قال إله واحد الابن، هنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به، موجودة في كورنثوس الأولى 8:6. لو نقارن الآيتين ببعض نلاقي أنه في إشارة واضحة جدا ما تقبلش الشك ولا الجدل، أنه يسوع المسيح هو الله الواحد، أنه المسيح هو الله. في ناس بيقولوا أن الكتاب بيوحي بتعدد الآلهة، الآيات اللي احنا قريناها واضحة جدا تثبت عدم صحة هذه الأشعة. دي إشاعة جاية من إبليس يلخبطك عن الله، فما تقربش منه، فما تستمتعش بيه، ولا تستمتع بأنه يفكك من اللي انت فيه. إلهنا إله واحد، قرب منه وحبه واعرفه. يسوع معاك.